بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ محاضرتنا اليوم بمشيئة الله. في المحاضرة الماضية عرفنا على الأساسيات أو المفاتيح الأساسية لنظام المعادلات التفاضلية العادية من الرتبة الأولى والخطية. طيب، في هذه المحاضرة حنخوض تطبيقات. احنا في المحاضرة الماضية قلنا اللي حندرس الحل السوليوشن للأنظمة بحسب الايجن فاليوز، ممكن تكون حقيقية أو مركبة، نفس ما درسناه في المعادلة من الرتبة الثانية. ممكن تكون حقيقية ومختلفة، ممكن تكون حقيقية ومكررة، ممكن تكون كومبلكس تخيلية. حناخذ اليوم مشيئة الله، لو كانت الجذور لمعانا حقيقية ولكنها مختلفة. هناخذ المثال التالي. أنا عندي مثال أو بالشكل هذا، دي إكس دي تي ويساوي إكس اثنين. طبعا احنا قلنا هنركز على السيستم اللي مكون من ايه؟ من معادلتين، يعني هنكتفي ب لدي السيستم هنا. مطلوب من ايه؟ مطلوب اوجد الجنرال سوليوشن، فايند ذا جنرال سوليوشن. لهذا السيستم تو ذيس سيستم. طيب، في البداية حنحاول نكتب هذا السيستم. طبعا أنا لدي سيستم هو مكون من معادلتين، في الحقيقة أنا ححوله إلى معادلة جبرية وتعامل معه زي ما تعامل معه في السابق، يعني ما فيش حاجة جديدة خالص. طيب، لأنه في الحقيقة عندي أنا السيستم اللي هو من الرتبة الأولى، أستطيع أحوله إلى معادلة من الرتبة الثانية، أو عندي معادلة وبالتالي أدرس ما درسته في السابق، أو عندي معادلة من الرتبة الثانية أستطيع أحولها إلى نظام مكون من معادلتين، وهكذا. واضح يا شباب؟ إذن عندي السيستم من تو إيكويشن، من معادلتين نستطيع نحوله إلى معادلة من الرتبة الثانية، أو المعادلة من الرتبة الثانية حولها إلى سيستم مكون من معادلتين، وهكذا. طيب، رقم واحد أبدأ أكتب هذا النظام، المعادلتين اكتبوا على هيئة ايه؟ على هيئة معادلة مصفوفة، يعني بهذا الشكل. اكس دوت مثلا، اكتب اكس دوت يساوي اي اكس. طبعا لانه هذا النظام متجانس، ما في عندي الفكتور بي هنا، لان النظام ايه؟ متجانس. طيب، فانا حقول حيث اكس تساوي، ايش المجاهيل عندي يا شباب هنا؟ كم عندي مجاهيل في هذا السيستم؟ اثنين، اكس واحد واكس اثنين. المجاهيل اكس واحد واكس اثنين. طيب، اريدكم الان تقولوا لي ما هي المصفوفة ايه؟ ايش المصفوفة ايه عندي هنا؟ العمود الاول هو عبارة عن معاملات اكس واحد. ها، هنا معامل اكس واحد بكم؟ صفر. ما في اكس واحد، يبقى بصفر. طب المعادله الثانيه، معامل اكس واحد بكم؟ سالب اثنين. ممتاز. نجي للعمود الثاني. العمود الثاني، اذا هذا معاملات اكس واحد يا شباب، وهذا معاملات اكس اثنين. طب يجي هنا اكس، العمود الثاني اكس اثنين، هنا كم معامله؟ ها، واحد. طب هنا اكس اثنين كم معامله؟ واحد. ممتاز.
هذه أول خطوة مهمة جدا يا شباب. إذا النظام المعادلات اللي مكتوب على هيئة معادلتين، مكتوب على هيئة معادلة مصفوفية، معادلة بلغة المصفوفات. هي نقول عليها معادلة تفاضلية بلغة المصفوفات. طيب إذا هذه أول خطوة. الخطوة الثانية نحسب ما يسمى بالكاركترستيك ايكويشن. إذا هذه أول خطوة. ثاني خطوة نكون أو نحسب المعادلة المساعدة أو تسمى الإيه؟ الكاركترستيك سلام الله ايكويشنز. واحنا شرحنا في المعادلة الماضية كيف نكون هذه المعادلة. طبعا قلنا لما يكون عندي النظام مكون من معادلتين، المعادلة المساعدة حتكون معادلة جبرية من الرتبة من الدرجة الثانية. لو عندي هنا السيستم 3 معادلات حيكون عندي معادلة من الدرجة الثالثة، واضح؟ طيب تعالوا مع بعض نشوف هنكونها ازاي. المعادلة المساعدة احنا قلنا في المحاضرة الماضية هنكتبها بهذا الشكل. محدد المصفوفة A ماينس لندا I. سيب التليفون يعني ساعدك. طيب تعالوا يا شباب حقي هنا اروح قبل مصفوفة A. A انا خلاص كونتها اللي عبارة عن صفر، اي صفر واحد سالب اثنين واحد ماينس لندا، هضربها في مصفوفة الايه يا شباب. هذه المعادلة المساعدة، هروح كاتب المصفوفة ايه ماينس لندا في مصفوفة الايه الوحدة. كما قلنا ايه مصفوفة الوحدة حيكون السايز لها أو الدرجة لها بحسب هذه المصفوفة. إذا المصفوفة A 2 في 2، مصفوفة الوحدة 2 في 2. إذا هنا 3 في 3، هنا 3 في 3. يلا تعالوا مع بعض. هي مصفوفة الوحدة. الآن في الحقيقة أنا عمال أشرح لكم قبل خطيشي. خلاص معادلة فاضل انتهت. بمجرد ما حكتب المعادلة المساعدة انتقلنا مباشرة إلى مقرر الجبر الخطي. وهذه معلومات كل احنا درسناها. الان حق مع مصفوفات. يلا تعالوا نجمع المصفوفتين. طبعا انا هشرح الخطوه دي بالتفصيل، بعدين راح اقول لكم ممكن نطلعها بخطوه واحده. طيب انا الان حجمع، حيبقى صفر، ابصوا معايا يا شباب، حيبقى صفر، حجمع الخليه الاولى مع الاولى، بس ضروري اضرب هنا. حيبقى سالب لندا في واحد، صفر سالب لندا في واحد حيعطي لي ايه؟ سالب لندا. وبعدين اقول هنا واحد ناقص لندا في صفر، ناقص لندا في صفر بصفر، اذا يبقى هنا عندي كم؟ واحد. اقول هنا سالب اثنين ناقص لندا في صفر، اذا حيديني سالب اثنين. اقول هنا واحد ناقص لندا في واحد، حيدي لي واحد ناقص لندا. طبعا يا شباب انا استطيع ايه؟ استطيع احسب، استطيع هذا المحدد اكتبه بخطوه واحده يا شباب. اعمل ايه؟ بصوا معايا، يعني انا فقط هنا للتوضيح، لكن لو ما اريد اكتب الكلام هذا واختصر اروح للمصفوفه ايه حتى احصل على الكاركترستيك ايكويجن المعادله المساعده. اخذ المصفوفه ايه واروح العناصر القطر الرئيسي، انقص من هنا لندا وانقص من هنا لندا، احصل على المطلوب. واضح؟ إذا للحصول على المعادلة المساعدة أروح للمصفوفة A التي حسبناها، أنقص من عناصر القطر الرئيسي ناقص لندا، يعني أقول هنا ناقص لندا وهنا ناقص لندا، أحصل على هذه المصفوفة أو محدد هذه المصفوفة. واضح يا شباب؟ إذا هذه الخطوة نستطيع ننجزها بخطوة واحدة فقط. أروح لهذه المصفوفة وأروح لعناصر القطر الرئيسي، أقول صفر ناقص لندا، واحد ناقص لندا، خلاص واحصل على هذه المعادله المساعده. طب هذه المعادله المساعده تساوي صفر. من هنا يا شباب حنحصل على ايه؟ حنحصل على
معادلة جبرية من الدرجة الثانية، وبالتالي نرجع لنفس اللي درسناه في المحاضرات السابقة. لاحظتم ما فيش جديد خالص. إذا إيش الجديد يا شباب؟ أحاول هذا السيستم أكتبه على هيئة معادلة أو سيستم بلغات المصفوفات، وبعد كده أكون المعادلة المساعدة. بعد تكوين المعادلة المساعدة رجعت للمحاضرات التي درسناها في السابق. يلا تعالوا نفك هذا المحدد يا شباب، هضرب عناصر القطر الايه؟ الرئيسي من حلقة ناقص لندا، وهضربها في ايه؟ في واحد ماينس لندا ناقص ايه؟ عناصر القطر الثانوي، هضرب واحد في ايه؟ واحد سالب اثنين، طبعا لما يكون في عندي اشاره سالب اعمل اقواس، في واحد، هذا كله يساوي صفر. تعالوا الان نبسط هذه المعادله، نحبك سالب لندا في سالب لندا، سالب في سالب بموجب، لندا في لندا بلندا تربيع، سالب في سالب زائد اثنين، سلام. وبالتالي احنا حصلنا على المعادله المساعده المطلوبه اللي هي شباب لندا تربيع ناقص لندا زائدا ايه؟ زائدا اثنين. وهذه في الحقيقة هي المعادلة المساعدة، الكاركترستيك ايكويجن. ابني تفضل، لا جلس، تفضل جلس، لا جلس، جلس جلس، معك موعد، هتعود تفضل جلس. يا شباب عندي موعد، يروح موعد ويقدم عذره للكلية بعد، ما تجيليش في المحاضرة تقول لي أنا معي موعد، معك موعد خلاص تمام، روح موعدك وطلع التقرير، ولو في معك حرمة روح قدمه للكلية، هذا الأسلوب المعتاد. طيب الآن يا شباب حلل، إذا حصلنا الآن خلاص عدنا مرة أخرى للمعادلة المساعدة اللي كنا ناخذها في المحاضرات الماضية. يلا تعالوا يا شباب نحلل هنا، ها يلا حنحلل. لندا تربيع عبارة عن ايه؟ لندا في لندا تحليل عادي. طيب هنا حيبقى الاثنين هي عبارة عن ايه؟ اثنين في واحد، ها لا لا لازم تنحل، لا لازم تنحل، في عندنا إشارة لابد تنحل، لابد يطلع عندي لندا بواحد، المفروض إشارة هذا الأخير هذا سالب، ما يكون في معانا هنا كتبنا إشارة خطأ، سالب 2 إكس، أيوه صح، هنا ثلاثة، إذن هنا ثلاثة، لأنه مثال اليوم على الريل أند ديفرنت ايجن فاليوز، لو كانت القيم حقيقية ومختلفة، إذا هنا ثلاثة، هنا ثلاثة، إذا حبقى ثلاثة ناقص واحد، إذا صفر ناقص واحد. طبعا قلنا المعادلة المساعدة هذه يا شباب نستطيع الحصول عليها كالتالي، حنقص من عناصر القطر الرئيسي هنا لندا وهنا لندا، إذن هنا ثلاثة. هذه المعادلة المساعدة يا شباب خليكم معايا، اغلق تلفونك، اغلق تلفونك، خليك معي، اغلق تلفونك. إذن هذه المعادلة المساعدة احنا شرحناها هنا بالتفصيل يا شباب، لكن انا استطيع الحصول عليها مباشرة. ازاي نحصل عليها يا شباب؟ كيف نحصل عليها؟ اروح للمصفوفة ايه، انقص من الصفر لندا، هاي الصفر ناقص لندا، واروح للثلاثه انقص منها ايه، هاي ثلاثه، ثلاثه ناقص لندا، وحصلت على المعادله المساعده. طبعا للشرح التوضيح هو موجود، لكن انا بالامكان لان دي معلومات بسيطه احنا درسناها في الايه، في الجبر الخطي. طيب اذا حضرب هنا، هنا اذا ثلاثه، يبقى هنا ثلاثه، هيبقى سالب لندا في ثلاثة بسالب ثلاثة لندا، إذا هيبقى عندي هنا سالب ثلاثة
طيب، وبالتالي الآن الأمور ماشية كويس. الآن حتحلل معاي. الآن لندا التربيع هي عبارة عن لندا في إيه؟ في لندا الاثنين هي عبارة عن اثنين في إيه؟ في واحد إشارة الحد الأخير موجب، إذا الاثنين يأخذوا إشارة الإيه؟ حد الأوسط. وهذا الكلام شرحناه كثير يا شباب. طيب لما أريد أن أتأكد من التحليل حقي، هل التحليل صحيح؟ أو حضرب لندا في لندا، لندا تربيع ناقص واحد في ناقص اثنين موجب اثنين، لو جمعت الوسطين وجمعت الطرفين يعطيني سالب ثلاثة لندا. معلومات أساسية يا شباب، لكن مهمة جدا وجدا وجدا. طيب إذا أنا عندي المعادلة هذه تساوي صفر. طبعا لما يكون عندي مقدارين مضروبين في بعض والناتج بصفر، يا الأول بصفر يا الثاني بصفر. إذا حقول هنا إما لندا ناقص واحد تساوي صفر، أور لندا ناقص اثنين تساوي صفر. يعني يا القوسين يساوي صفر يا القوسين يساوي صفر، ما دام عندي قيمتين مضروبين في بعض، يا الأول بصفر يا الثاني بصفر يا الاثنين بصفر. طيب ومن هنا حيعطيني لندا بكم يا شباب؟ ها لندا بكم هنا؟ واحد. ولندا هنا حيعطيني بكم؟ اثنين. وأكون كذا حسبت القيمة الذاتية الأولى والقيمة الذاتية الثانية. إذا أنا حصلت هنا على قيم حقيقية يا شباب، واللي هو عنواننا Real and Different Eigen Values. القيم الذاتية عندما تكون حقيقية ومختلفة، لأن لما حتكون مكررة حنأخذها في المحاضرة القادمة. طيب أنا عندي هنا القيم الذاتية حقيقية ومختلفة. إذا أول جزء حسبناه اللي هو الأيجن فاليوز. إذا عندي الأيجن فاليوز حسبنا خلاص. طيب يتبقى معايا مطلوب احسب ما هو الايجن فيكتورز في واحد اللي يقابل الايه؟ لندا واحد. وما هو الايجن فيكتورز الذي يقابل ايه؟ لندا اثنين وسميه في اثنين. خلوني ارمز له. ماشي. طيب اذا هذا خلاص حسبناه. الان مطلوب مني احسب الايجن فيكتورز. طيب لحساب الايجن فيكتورز حنبدا بلندا واحد، يعني حبدا بهذه القيمه. اذا هذه القيمه مطلوب حساب المتجه الذاتي الذي يقابلها. تعالوا ناخذ القيمه الاولى. طبعا لحساب حتى نحسب الايجن فاكتورز نحتاج ايه؟ المعادله المصفوفيه الذاتيه التاليه. يعني هحسب الايجن فاكتورز من المعادله التاليه. هتبقى بهذا الشكل. انا حسبت ايه ماينس لندا اي، هذه حسبناها يا شباب. الان هحسب الايجن فاكتورز، خلاص هذه حسبناها القيمه الذاتيه. طبعا يا شباب هذا الكلام كله اخذناه في الجبر الخطي، ما هوش جديد عليكم خالص. اخذنا القيم الذاتيه يا شباب، اخذناها ولا ما اخذناهاش؟ ما اخذتموهاش؟ يلا اذا انا هشرح لكم بالتفصيل. اذا انا عندي القيم الذاتيه حسبناها قبل كذا، الان مطلوب احسب الايه؟ المتجه الذاتي. طبعا هذا حيساوي 0 0، او حكتب المتجه الصفري. ماشي، هذه احنا لسه حاسبينها يا شباب، كانت بهذا الشكل اي ماينس لندا اي حسبناها ناقص لندا اهي يا شباب. المصفوفه اي ماينس لندا اي حسبناها هي المصفوفه اي، واروح من عناصر القطر الرئيسيه نقص لندا، يعني حيبقى ماينس لندا واحد ماينس اثنين ثلاثه ماينس لندا. طيب مضروبة في ايه؟ في المتجه الذاتي في واحد وفي اثنين، لان هذا الشباب هو عبارة عن متجه، وفي واحد وفي اثنين مجهولين احنا نريدهم، وهذا كله يساوي المتجه الايه؟ الصفري. خلاص احنا الان امام معادلة مصفوفية، وهذه اكيد اخذناها. النظم الخطية درسناها في الجبر، درسناها في الجبر. يلا طيب وروني ازاي. طبعا هذا لاي لندا،
سواء لندا واحد او لندا اثنين. يعني هذا ينفع لندا واحد ينفع للندا اثنين. طيب فور لندا واحد تساوي واحد، هعوض هنا لندا بواحد، عوض هنا عن كل لندا بواحد، بلندا واحد. اذا حدي لي ايه؟ ناقص واحد، واحد ناقص اثنين، وهنا هحط لندا بواحد، ثلاثة ناقص واحد. ها انت معايا يا ابني؟ معايا؟ ثلاثة ناقص واحد، ممتاز. وهنا عندي في واحد في اثنين، والطرف الاخر لايه؟ المتجه الصفري. أو واضح يا شباب ايش اللي نعمله؟ طيب الان حضر مصفوف في متجه، برضه دي معلومات اساسيه درسناها في مقرر الجبر. حروح ضارب الصف الاول في هذا العمود، واضرب الصف الثاني في هذا العمود. اذا حضر بسالب واحد في في واحد، هدي لي سالب سالب في واحد. بعدين واحد في في اثنين، هدي لي موجب في اثنين. هذا يساوي كم؟ صف، يساوي صف. بعدين اضرب السطر الثاني في العمود الاول، سالب اثنين في في واحد، بعدين اثنين في في اثنين، الان لدي يا شباب معادلتين، عندي معادلتين وعندي مجهولين، انتهى عمليه. طبعا لما يكون عدد المعادلات نفس عدد المجاهيل، اذكركم يكون عندي الحلول الوحيده، لما يكون عدد المعادلات نفس عدد المجاهيل الحلول الوحيده خلاص. لكن في حاجه مهم هنا، ايش نلاحظ يا شباب؟ المعادله هذه هي نفس هذه المعادله، اليس كذلك؟ هذه نفس هذه، انتم معايا في الكلام هذا؟ نفسها ولا مش نفسها؟ ايش الفرق؟ مضروبه في اثنين. يعني الان هذه المعادله الاولى يا شباب لو ضربتها في اثنين تجيب لي هذه المعادله، واضح؟ هذه لو ضربتها في اثنين حيبقى نفس هذه، ولو ضربت هنا في اثنين يبقى نفس هذه. اذا في الحقيقه انا لدي معادله واحده فقط، اختار هذه او اختار هذه. واضح يا شباب ليش انا اخترت، ليش اخترت معادله واحده؟ هذه انت اللي في الاخير، ليش اخترت هنا معادله واحده؟ عشان ايش؟ كيف نفس بعض؟ اصلا جمعتهم، لو قسمت هنا على اثنين وجمعتهم حيدي لي ايه؟ زيرو. طيب في هذه المعادله يا شباب الآن لدي، غلق التلفون حقه، تلفون تحت موجود. شوفوا يا شباب، أنا الآن يا شباب لدي معادلة واحدة وكم مجاهيل؟ ها؟ اثنين، يعني عدد المجاهيل أكثر من عدد المعادلات. في هذه الحالة عندي عدد لا نهائي من الحلول، وهذه المفاهيم أخذناها في الجبر يا شباب. لو كان عندي عدد المعادلات يساوي عدد المجاهيل، خليك معي انت فاتح تلفونك. طيب شيل الدكه خليها. طيب لو كان عدد المجاهيل يساوي عدد المعادلات، عندي حل وحيد. لو كان عندي عدد المجاهيل اكثر من، يعني عندي هنا معادله واحده، عندي مجهولين، اذا حيكون عندي عدد لا نهائي من الحلول. وبالتالي لو نقلتها للطرف الاخر، يعني حنقلها للطرف الاخر، حيبقى في اثنين تساوي في واحد. الآن في طالب يقول لي يا دكتور خذ خذ في واحد مثلا بإيه؟ بواحد. إذا في اثنين بكم؟ خذ في واحد بثلاثة. إذا في اثنين بكم؟ خذ في واحد بعشرين. إذا في اثنين بعشرين. إذا عندي عدد لا نهائي من الحلول. أنا مثلا حقول إيه؟ مثلا ليت في واحد بواحد. في طالب قال لا لت في واحد باثنين، الاجابه صحيحه، ما في مشكله. لانه انا عندي عدد لا نهائي من الحلول، ما في عندي حل وحيد. لكن لما يكون عندي حل وحيد لابد الجميع نتفق فيه.
واضح يا شباب؟ عرفنا الفرق بين الحل الوحيد عدد لا نهائي من الحلول. يعني ابسط مثال يا شباب، لما تقول في طريق من لا لا ما فيش معك غير هذا الطريق الوحيد وصلك للبيت، واحد شخص اخر قال لا في 10 طرق. طبعا للوصول للبيت ما فيش حاجه اسمها عدد لا نهائي من الحلول، يعني عدد محدد. طيب ما دام قلت لت في واحد بواحد، اذا في اثنين بكم؟ اذا المتجه المجهول في حسبناه، اذا المتجه المجهول في يساوي في واحد في اثنين، المفروض نكتبهم سمول شويه. ماشي ماشي خلاص. اذا في واحد بواحد وفي اثنين بايه؟ بواحد. وبكذا نكون حسبنا الحل الاول الموافق لندا واحد. اذا احنا طلعنا الشباب هنا لندا واحد، وبعدين حسبنا المتجه الموافق لها اللي هو ايه؟ المتجه في. طب لو سميت هذا في بس عشان التسميات، خلوني اكتب هنا الواحد هنا فوق. اذا حكتب هنا ايه؟ هذا المتجه الاول. اذا حسبنا يا شباب هذا المتجه الموافق للندا واحد بايه؟ بواحد. هنعيد نفس الكلام هذا على لندا 3. تعالوا نعيد هذا على لندا 3. اذا احنا في هذه الحاله يا شباب حسبنا اول حاله اللي هو اكس واحد. طبعا اكس واحد حيساوي ايه؟ اكس واحد حيساوي في واحد اللي هو المتجه هذا في اي اس لندا واحد تي. في واحد احنا خلاص حسبناه اللي يساوي ايه؟ واحد واحد في اي اس لندا واحد بتي. كده نكون حسبنا اول حل. يبقى معانا نحسب الحل الثاني اللي هو اكس اثنين. تعالوا مع بعض هنعيد نفس القصه يا شباب. الان هننتقل لحساب في حاله لندا اثنين تساوي اثنين. مطلوب مني ايه؟ احسب المتجه الثاني اللي هو في اثنين. طيب بنفس القصة حروف معوض فين؟ ماشي خلوني اكتبها. احبقى ناقص لندا، حكتب المعادلة المصفوفية مرة ثانية. واحد ثلاثة ماينص لندا، وحروح كاتب هنا ايضا في واحد في اثنين، واكتب هنا المتجه لايه؟ الصفر. انا اريد يا شباب احسب ايه؟ في اثنين. اريد احسب في اثنين بنفس الكيفيه. هحط لندا اثنين باثنين هنا نفس الاسلوب. يعني لاحظوا يا شباب احنا الان عمالين ايه؟ نتعامل مع معادله مصفوفيه، ما فيش جديد. يعني احنا حولنا المعادله التفاضل الحقيقي الى معادله جبريه، ورجعنا مره اخرى الى الجبر. يلا تعالوا مع بعض يا شباب. هعوض هنا لندا باثنين، حيبقى ناقص اثنين. واحد ناقص اثنين، هعوض هنا لندا باثنين. ثلاثة ناقص اثنين واحد. طبعا انتبه يا شباب لو في اشارات سالبه احيانا يغلط واحد، لو غلط حتتغير المساله تماما. زي قبل قليل لما غلطنا برقم حتتحول الجذور او القيم الذاتيه الى قيم ذاتيه تخيليه. طيب المجاهيل عندي برضو في واحد في اثنين. يلا تعالوا يا شباب نفس الحكايه حنعمل ايه؟ هضرب الان مصفوفه في المتجه سالب اثنين في في واحد، بعد زائد في في اثنين، ضرب عادي ضرب السطر في العمود يساوي كم؟ صفر. هضرب الان السطر هذا في العمود هذا سالب اثنين في في واحد بعد زائد في اثنين، حصلت على معادلتين. حصلنا على ايه؟ لكن في الحقيقة هي معادلة واحدة يا شباب. هذه نفس هذه المعادلة. إذن احنا حنتعامل مع
معادلة واحدة فقط أو سالب في واحد زائدا في اثنين equals زيرو. برضو مرة أخرى يا شباب، مرة أخرى، عندي معادلة واحدة وعندي إيه مجهولين، يعني المجاهيل أكثر من عدد المعادلات، إذا عندي عدد لا نهائي من الإيه من الحلول. يلا تعالوا مع بعض نحل هذه المعادلة يا شباب. مثلا حنقول هذا الطرف الآخر، يعني حقول في اثنين يساوي إيه؟ سمعوني يا شباب، في اثنين يساوي اثنين في واحد. وبالتالي كل ما غيرت قيمة في واحد أحصل على في اثنين مختلفة. كل ما غيرت في واحد، طبعا ما أخذش الأصفار لأن الأصفار بيجيب لي حل صفري وأنا ما أريد حل صفري. أنا مثلا أنا دكتور خالد حقول إيه let أو take أو choose في واحد بواحد، أختار في واحد بواحد، ما راح أقول في واحد بنص وأدخل في الأنصاص والأرباع وكذا، لكن الإجابة صحيحة يا شباب. لما أختار في واحد بواحد إذا الفي اثنين بكم يا شباب؟ ها الفي اثنين بكم؟ باثنين، حط هنا في واحد بواحد، إذا الفي اثنين باثنين. إذا عندي القيم الذاتية الموافقة لندا اثنين واحد واثنين، يعني بمعنى المتجه الثاني أو رقم اثنين هيساوي إيه؟ أو في واحد في اثنين ويساوي إيه؟ واحد واثنين. أعتقد يا شباب العملية بسيطة جدا، يعني في البداية خليك معايا يا ابني، ها اكتب المعادلة المساعدة، خليك معايا يا مهند، سيب السماعة من أذنك. طيب إذا الحل الثاني يا شباب، إذا اكس اثنين هيساوي إيه؟ هذا المتجه مضروب في إيه؟ في إي أس لندا اثنين تي، وهذا يساوي في اثنين إيه؟ واحد واثنين. اي اس لندا اثنين، لندا اثنين بايه؟ في اثنين. واقول كده انتهيت من المساله. وقال لي في السؤال اوجد الجنرال سوليوشن. الجنرال سوليوشن هكتبه بهذا الشكل يا شباب. الجنرال سوليوشن ذا جنرال سوليوشن The general solution is given by، يعطى بالشكل التالي يا شباب، x يساوي سي واحد ثابت اختياري مضروب في ايه؟ في اكس واحد اللي حسبناه زائد سي اثنين في اكس اثنين. كما قلنا في المحاضرة الماضية هذه تركيبة خطية. المحاضرة الماضية قلنا لو كان عندي اكس واحد حل، خليك معايا يا ابني مهند، واكس اثنين حل. فهذه التركيبه الخطيه استخدمنا مبدا السوبر بوزيشن برنسبل، مبدا التراكم. هذا برضه حل. اذا حروح جاب اكس واحد اللي انا لسه حصلت عليها، فين اكس واحد؟ هذه اكس واحد يا شباب اهي. زائد سي اثنين واجيب ايه؟ اكس اثنين. اكس اثنين وهذه اكس اثنين او واحد في اي اس اثنين تي. واكون بكذا ايه؟ انتهيت من الحل. طبعا يا شباب هذا مثال على لما تكون عندي القيم الذاتية حقيقية ومختلفة. طبعا هذا الحل يا شباب احنا هنقوله ان شاء الله في محاضرة بعد كده، او هعمل له ارفاق. الحل هذا وصف هذا الحل هنقول عليه ايه؟ ما دام هنا موجب وهنا موجب هنقول عليه ينمو بشكل اسي او exponentially growing، بعيد عن نقطة الاصل. يعني هنحاول في محاضرة قادمة او حضيف اضافة نرسم هذا الرسم يا شباب. طبعا هذا الرسم يا شباب
احنا ممكن ننفذه بالايه؟ ننفذه بالكمبيوتر مباشره. مش هشرح انا بالتفصيل، هروح على طول في الكمبيوتر احط المصفوفه اللي معايا هو يطلع لي ايه؟ شكل الحل. طيب في هذه الحاله حقول على الحل او حوصفه هذا الحل، حقول ويتش، وحقول ليه هذا الوصف يا شباب؟ which is a solution، ايش صفة هذا الحل؟ ينمو بشكل أسي بعيدا عن نقطة الأصل. ليه ينمو بشكل أسي؟ لأنه هنا موجب وهنا موجب. يعني عندما تي تقول لما النهاية هذا الحل إيه؟ يزداد يكبر بشكل أسي. إذا حنقول هذا الحل ينمو بشكل أسي، أهو exponential exponentially growing away بعيدا عن نقطة الأصل from the origin إذا الخلاصة يا شباب، طبعا احنا بالأخير حنعمل جدول. لو كانت القيم الذاتية حقيقية ومختلفة وموجبة هذا صفة الحل. واضح يا شباب؟ لو كانت القيم الذاتية حقيقية مختلفة وموجبة صفة الحل حيكون ايه؟ exponentially growing، ينمو بشكل ايه؟ أسي، يعني يروح بعيد. يعني كل ما زادت التي، لو رسمنا هذه الرسمة الحال يروح ايه؟ بعيد. طيب نقطة الأصل هذه ايش نسميها في هذه الحالة؟ نقطة الأصل حنسميها ايه؟ source. يعني انتم لو تشوفوا النافورة اللي تحت، في نافورة هنا ولا ما في؟ ها؟ نافورة، هذه النافورة نسميها source، هي هذه النقطة. النافورة تمثل لي ايه؟ تمثل لي هذه الحالة. يعني احنا لما نجي نرسم الرسمة الحلول كلها تروح برا. ايش المصدر حقها؟ نقطة الأصل. يعني حتروح برا بهذا الشكل. إذا حنقول على هذه النقطة، إذا حنقول this is، أو هذه النقطة حنقول عليها إيه؟ this is a source أو أحيانا أو ممكن نقول عليه إيه؟ طبعا في هذه الحالة السورس يا شباب، طبعا الحل لما يبتعد يزداد بشكل أسي. في هذه الحالة نقول الحل غير مستقر. متى يكون الحل مستقر؟ عندما يؤول إلى قيمة معينة. يعني عندما الزمن يزداد الحل يؤول إلى قيمة معينة. في هذه الحالة نقول الحل مستقر، يعني حيروح لقيمة معينة. لكن هنا الحل يا شباب غير مستقر. ليه؟ كل ما زادت التي كل ما ذهب الحل إيه؟ بعيد، يزداد. في هذه الحالة حقول عليه على نقطة الأصل أنها سورس، أو حقول عليها إيه؟ أن ستيبل أن، طبعا كلمة ستيبل لوحدها مستقر، لما ضفنا لها أن أصبحت إيه؟ أن ستيبل نود. طبعا ممكن أجي لكم في الصح والخطأ كذا يا شباب، أجيب لك الأيجن فاليوس موجبة وأقول لك هذه النقطة صفتها 1 2 3 4 اختار. إذا لو كانت الأيجن فاليوز موجبة وحقيقية، حقيقية ومختلفة وموجبة، لأنه لو كانت سالبة حنقول حاجة أخرى. يعني لو كان هذه سالب وهذه سالب حنقول عليها حنوصفها بشكل آخر، لو كانوا مختلفين حنوصفها بشكل آخر. إذا خلاصة المسألة، طبعا يا شباب احنا لحد هنا ايه؟ خلاص خلصنا الحل. هذا المعتاد، الشيء الكلاسيكي اللي احنا نتعامل معه. من هنا نبدأ ايه؟ وصف الحل. ما هي صفات الحل؟ طبعا احنا نستطيع نعرف صفات الحل قبل الرسم. انا قبل الرسم، يعني قبل ما احط الرسم في الكمبيوتر استطيع اعرف صفاته، انه الايجن فاليوز او لندا واحد لا تساوي لندا اثنين، ولندا واحد ولندا اثنين اكبر من الايه؟ من الصفر، يعني موجبين. وايه كمان الصفه؟ ولندا واحد ولندا اثنين حقيقيه. اذا صفات هذا الحل، يعني انا استطيع بدون ايجاد الحل، وهذا مهم جدا يا شباب، بدون ايجاد الحل استطيع اعرف صفات الحل من البدايه.
لو القيم الذاتية حقيقية ومختلفة وأكبر من الصفر، هذه صفاتها، حيكون الحل exponentially growing، بعيد عن نقطة الأصل، ونقطة الأصل في هذه الحالة حتكون عليها إيه؟ source، يعني مصدر، منبع، نافورة، أو حقول عليه unstable node. حكتفي بهذا القدر، وبمشيئة الله في المحاضرة القادمة حنأخذ في حالة لو كانت القيم الذاتية حقيقية ومختلفة.